السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب في الجمهورية اليمنية، الصف الأول الثانوي اللي هو الصف العاشر. طبعا وصلني سؤال من الطالب راشد كريم، يريد حل تمارين صفحة 30 و31، تمارين رقم 1، 3، و4. تقريبا كنت حلت من ضمنهم في فيديو سابق، سيظهر لكم هنا لأول ثانوي. أيضا في التعليق المثبت تحت الفيديو هنا قائمة فيها لصف أول ثانوي، فوجدت التمارين حول التطبيق. ما هو التطبيق أصلا؟ شوف، في البداية في الصف 7 و8 درستم المجموعات، مجموعة الأعداد الطبيعية، مجموعة الدول، مجموعة الجهات الأربع، المجموعات أي يعني أي أشكال أو أشياء فيها بعض الصفات تسمى مجموعة، مجموعة الأعداد الطبيعية والصحيحة والحقيقية، فهكذا كل شيء في الكون يتكون من مجموعات. وبعد المجموعات بدأوا يدرسوا علاقة المجموعة بأخرى، درس الآخر بصف 8 اسمه العلاقات، علاقة مجموعة بمجموعة أخرى. بعد ذلك وجدوا أنه العلاقات هذه تربطها قانون أو قاعدة معينة، فسمي تطبيق. إذن ما هو التطبيق؟ التطبيق هو علاقة من مجموعة إلى مجموعة، علاقة من مجموعة إلى مجموعة بشرطين، بشرط أن يرتبط كل عناصر المجال، هذا اسمه المجال، وهذا اسمه المجال المقابل، هذا اسمه المجال، هذا اسمه المجال المقابل، المجال، المجال المقابل، أن ترتبط كل عناصر المجال بعنصر واحد فقط من المجال المقابل، أن ترتبط كل عناصر المجال بعنصر واحد فقط من المجال المقابل. هذا تعريف التطبيق. السؤال رقم 1 يقول لتكن سين ساوي 2 و4 و6 و8، مجموعة سين اسمها، وصاد أيضا مجموعة 3 و5 و7 و9، بين أين العلاقات. شوف العلاقات الآتية تمثل تطبيقا، هذه علاقة وهذه علاقة وهذه علاقة وهذه علاقة، أين منهما يمثل تطبيق، يعني هو اللي شروط التطبيق موجودة فيه. لو ركزنا على عين واحد، هذا اسمه عين واحد، عين واحد، شوف 2 ارتبطت مع 5، 4 ارتبطت مع 7، 6 مع 7، 8 مع 9، إذن كل عناصر المجال هذه ارتبطت بعنصر واحد من المجال المقابل، هذا رقم 1. رقم 2 كل العناصر ارتبطين، يعني عناصر المجال هذه ارتبطت بعنصر واحد فقط، لكن هنا شوف 4 ارتبطت بعنصرين ليس تطبيقا. إذن العين واحد تطبيق، لماذا؟ لارتباط كل عناصر سين بعنصر واحد فقط من المجال المقابل صاد، من صاد. إذن رقم 1 هذا تطبيق، تطبيق هذا. العين 2 من سين إلى صاد نفس العناصر، عناصر المجموعة والمجموعة صاد زي ما هي. الاثنين ارتبط بالثلاثة، 4 ارتبطت بال5 و7، إذن هذا ليس تطبيقا، ليس تطبيقا، عين 2 ليس تطبيقا لارتباط العنصر 4 بعنصرين من المجال المقابل لل5 و7. شوف ارتبط، إذن هذا ليس تطبيق، عين 2 ليس تطبيقا، والسبب لارتباط العنصر 4 من سين بعنصرين من صاد. عين 3، شوف عين 3 الاثنين ارتبطت، 4 ارتبطت، 6 ارتبطت، 8 ارتبطت بعنصر واحد فقط، طبيعي حتى انه ممكن عنصرين يرتبطوا بعنصر واحد، طبيعي انه المجال المقابل ما يكون مرتبط كامل، اذا هذا تطبيق. نركز على المجال، هذا اسمه المجال وهذا اسمه المجال المقابل. اما صور العناصر، صور عناصر المجال تسمى المدى، يعني بالنسبه لهذا تطبيق قلنا، اذا المدى كم؟ المدى 5 و7 و9 اللي هو صور عناصر المجال، هذا تطبيق، لكن هذا ليس تطبيق. المدى هنا إيش؟ 7 و3، 3 و7، المدى، ما هو المدى؟ المدى هو صور عناصر المجال في المجال المقابل. عين 4، عين 4 2 ارتبطت مع 3، 4 ارتبطت مع 5، 6 ارتبطت مع 9، 8 لم ترتبط، إذن هذا ليس تطبيقا، لأن 8 من المجال لم ترتبط بأي عنصر من المجال المقابل من صاد، ما ارتبطت هنا بعنصر. إذن الرقم عين 1 وعين 3 فقط اللي هو تطبيق، أما عين 2 وعين 4 ليس تطبيقا، هنا لعدم ارتباط العنصر 8 وهنا لارتباط العنصر 4 بعنصرين من صاد. هذا السؤال رقم 1. رقم 2 يقول لتكون تاء تطبيقا، اسمه تاء تطبيق، من سين إلى صاد، تمام، يعني من سين إلى صاد، من مجموعة سين إلى مجموعة صاد، حيث سين عبارة عن ألف وباء وجيم، إذن ألف باء جيم هذا اسمه المنطلق أو اسمه المجال سين، إلى وصاد 0 و4 و5، وكانت تطبيق ألف، تطبيق ألف هذا يعني
يساوي أربعة، يعني الألف ترتبط مع الأربعة، وتطبيق باء، باء ترتبط مع الصفر، مع الصفر من المجال المقابل، وتاء جيم تطبيق جيم هذه ترتبط مع الخمسة. إذن كل عناصر سين ارتبطت، إذن هو تطبيق، هذا قد هو أصلا عرفه وقال تطبيق. رقم ألف، مثل التطبيق كأزواج مرتبة. أول شيء نمثلها كأزواج مرتبة، هذا زوج مرتب، يعني الألف ارتبطت مع الأربعة، والباء ارتبطت مع الصفر، والجيم ارتبطت مع الخمسة. إذن هذه العناصر، العناصر اللي هي الأزواج المرتبة، ارتباط العنصر ألف مع أربعة، باء مع الصفر، وجيم مع الخمسة. باء مثله كمخطط سهمي، رسمت كم السين، هذه السين ألف باء جيم، وهذه صاد صفر أربعة خمسة، ووصلت الألف مع الأربعة، والباء مع الصفر، والجيم مع الخمسة. إذن هذا المخطط السهمي حقه. جيم، حدد مجال التطبيق. ما هو مجال التطبيق؟ المجال ألف باء جيم، ألف باء جيم هذا اسمه المجال، ومداه رقم دال تقريبا، والمدى، المدى اللي هو صور عناصر المجال. صورة عناصر الألف كام؟ أربعة. صورة عناصر الباء صفر، وصورة العنصر جيم خمسة. إذن المدى هو صفر وأربعة وخمسة، والمجال هو ألف وباء وجيم. بس باقي معي خمسة، أربعة قصد. السؤال الرابع يقول لي تكون سين عبارة عن اثنين وأربعة وستة وثمانية، مجموعة سين، وعرفنا العلاقة عين، علاقة عين من سين إلى صاد بالمخطط السهمي المقابل. هذا المخطط السهمي اللي جابه لنا اثنين وأربعة وستة وثمانية، هذه عناصر سين، وعناصر صاد عشرة عشرين ثلاثين أربعين، هذا صاد. ولحد الآن ما يقول إنه تطبيق، قال علاقة. هل هو تطبيق؟ السؤال رقم ألف، الفقرة رقم، اثبت أن العلاقة عين تطبيقا. على طول من تعريف التطبيق أن كل عناصر المجال سين ارتبطت بعنصر واحد من المجال المقابل، إذن تطبيق. نعم تطبيق، اثبت أن العلاقة عين نعم تطبيقا لارتباط كل عنصر من عناصر سين مع المجموعة سين مع عنصر واحد من صاد. الاثنين ارتبطت مع العشرة، أربعة مع العشرين، الستة مع ثلاثين، والثمانية مع الأربعين. حدد قاعدة التطبيق. بقى لكل تطبيق قاعدة. ما معنى القاعدة؟ يعني القانون. إيش يعني القانون؟ القانون يعني سبب ارتباط الاثنين بالعشرة، وما هي قانون أو قاعدة ارتباط الأربعة بالعشرين؟ ليش الاثنين ما ترتبطش بالعشرين ولا الأربعة ما ترتبط بالعشرة؟ الاثنين ارتبطت بالعشرة والأربعة ارتبطت بالعشرين والستة، بتجد بأنه لو ضربنا اثنين في خمسة بعشرة، أربعة في خمسة بعشرين، ستة في خمسة بكم؟ ثلاثين، ثمانية في خمسة بكم؟ بأربعين. إذا كل عناصر المجال ارتبطت بعنصر من المجال المقابل حسب قانون وقاعدة معينة. إذا حدد قاعدة التطبيق. ما هي القاعدة؟ باء أدوبة. قاعدة التطبيق تاء سين يساوي خمسة سين، يعني لو عملت هنا من سين اثنين، صورة الاثنين كم تكون؟ اثنين في خمسة بعشرة، هي عشرة. لو عملت السين هنا أربعة، خمسة في أربعة بعشرين. لو عملت هنا ستة، خمسة في ستة بثلاثين. لو عملت هنا بثمانية من عنصر سين طبعا، خمسة في ثمانية أربعين قابله. إذن ها هي قاعدة التطبيق، تطبيق سين يساوي خمسة سين. ما هو المدى؟ رأينا حدد عناصر مدى. المدى، المدى اللي هي صور عناصر المجال. صورة الاثنين كم؟ عشرة. إذن المدى عشرة، أربعة صورتها عشرين، إذن المدى عشرين، المدى ثلاثين، المدى أربعين. إذن صور عناصر المجال اللي هو تسمى المدى عشرة وعشرين وثلاثين وأربعين. دال، هل مدى التطبيق يساوي مجال المقابل؟ نعم نعم. إذن المدى عشرة عشرين ثلاثين أربعين، وهو يساوي المجال المقابل اللي هو عشرة عشرين ثلاثين أربعين. أتمنى لكم التوفيق والنجاح، ولا تنسوا مشاركة الفيديو هذه لو سمحتم لزملائكم لتعم الفائدة، ودعما للقناة، وإلى لقاء فيديو آخر، وأي سؤال واستفسار في التعليقات بإذن الله تعالى.